كان في هذا الفيديو راح تشوفوا معي تمارين خاصة بالضمائر كامل اللي قريناهم، الخمس أنواع تاع الضمائر: subject pronouns ضمائر المخاطب، object pronouns ضمائر المفعول به، possessive pronouns ضمائر الملكية، possessive adjectives صفات الملكية، و reflexive pronouns الضمائر الانعكاسية. اللي ما شافش هذا الدروس راح نحطهم في صندوق الوصف تحت الفيديو وتفهموهم بإذن الله معهم تمارين. هنايا راح ندير تمرين يجمع جميع الضمائر باش تشوفوا انفسكم اذا فهمتوا ولا ما فهمتوش الضمائر. هنايا نشوفوا السؤال: put the correct pronoun، قالوا لنا حطوا ضمير المناسب. عندنا I always take care of، دائما اعتني، واش نقولوا؟ اعتني بنفسي. هنايا واش عندنا؟ I، وحنا قلنا I كي نقولوا نفسي راح نقولوا مع I myself. very good. so هنايا كتشوفوا myself ترجع ال I myself. this is your house، نقولوا هذا انت منزل. no we say this is منزلك، هذا منزلك. ومع you كيفاش تولي ك شيء خاص بك؟ راح نقول this is your، احنا كنا هضرنا عليهم بالتفصيل في فيديوهات السابقة. this is your house. this is واش قلنا هنايا؟ قلنا كيما نستعملوا حتى اسم ونهضروا على شيء خاص بك، بصح ما نقولوش الاسم هذاك نحوه، نقولوا this is your house، this is yours. great. هنايا راح نزيدو s، نضيفو الاس ونديرو نقطه، ما نقدروش نقولو this is your house، this is yours house، never ابدا. so we say this is yours. this is her mother، هذه امها. this is her mother، this is hers. great. this is my father، هذا ابي. this is mine، هذا لي، هذا الاب خاص بي، هذا لي. this is mine. number 3 my mother gave my sister money to buy bread، امي اعطت لاختي النقود لتشتري الخبز. my mother، هنايا هذا واش نقولوا له في الجمله؟ جمله فيها فعل فاعل مفعول به، هذا راح يكون فاعل subject. وهنايا باش نعوضوا subject، باش نعوضوا الفاعل، راح نعوضوه بضمير مخاطب لي يعود على الام. هي اعطت لأختي، هي in English we say she. great. she gave my sister. is it correct to say she؟ هل هو صحيح أن نقول she gave she؟ she gave she، هي أعطت لهي؟ no، هي أعطت لأختي كشخص كامل. قلت باش نعرفوا كيفاش نقولوا أعطت، لا أعطتها، أرشدتها، علمتها، نصحتها، راح نقولوا she gave her. هنايا مع she راح نحطوا her. great. she gave her، كشخص أعطتها ليها كامل، كشخص أعطت لها النقود to buy bread. I don't know those people، أنا لا أعرف هؤلاء الأشخاص. كيفاش راح نقولوهم هكا؟ راح نقولوا I don't know they، ياك قلنا هنايا they نحطوها في كي يكون الفاعل في ديجا في نهضروا عليه، هو هم هن هو هي، ما نقدروش نقولوا I don't know they. say I don't know مع they كيفاش تولي كي نهضروا على أشخاص كاملين؟ راح نقولوا I don't know them. great. I don't know them. the pupils are in the class، they listen to the teacher، التلاميذ في القسم، التلاميذ يستمعون إلى الأستاذ. the pupils هنايا الموقع تاعهم في الجمله راهم فاعل، فاعل the pupils التلاميذ، راح نعوضوهم جماعه مذكر they. they are in the class، هم في القسم، تلاميذهم ولا هن بنات او ذكور قلنا they. they listen to، هم يستمعون للاستاذ، هم يستمعون له، يستمعون they listen to he، يستمعون هو، no يستمعون له هو كشخص كامل.
They listen to him. Great. He, him, تولي him. They, تولي them. She, تولي her. Great. كي نهضروا على الأشخاص كامل. Algeria is we country. الجزائر هي نحن وطننا. No. Algeria. وشنو الموقع تاعها؟ راهو فاعل. Subject. الجزائر. والجزائر شيء أو إنسان أو هي شيء. شيء معناتها راح نعوضوها. ألجيريا وحدة هي مفرد، راح نعوضها بإت. إت للغير، لغير العاقل. حيوان مفرد أو شيء مفرد واحد. كيكون حيوانات جمع أو أشياء جمع، وش نعوضهم؟ نعوضهم they. great. It is we country. It is وطننا. وي قلنا كي نقول وطننا عندنا هنا يا اسم، دونك هنا نحطو our. We should protect Algeria. لازم نحمي الجزائر، لازم نحميها هي كاملة. We should protect it. great. نتمنى ان شاء الله تكونوا فهمتوا درس تاع الضمائر، ونتمنى ان شاء الله من الان فصاعدا ما تلقاوش معاهم الضمائر هادو مع صعوبات. انا واش ننصحكم؟ ننصحكم التمرن ثم التمرن على هاد الضمائر. معندها كي يقولوا اي راح تقولوا ماي، راح تقولوا ماين، راح تقولوا مي، اوكي، وراح تقولوا ماي سيلف. شوفوا خمس ضمائر لاسم واحد اللي هو اي، انا، ضمير واحد. انا ننصحكم تاني تحلوا تمارين، روحوا لجوجل كتبوا exercises about pronouns، تمارين خاصة بالضمائر، راح يخرجوا لكم الاف والاف من التمارين، وراح تعودوا نفسكم انكم تحفظوا هاد الضمائر عن طريق التمارين. نتلاقى ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. see you next time ان شاء الله.